بنصر يا محمد، الله يحميكم ويهدي اللي بان لكم بنتي هذه. اللي بان لكم بنتي اتصل بالشرطه ولا اتصل بهذه الاذاعه ولا اتصل بيا، الله يرحم لكم الوالدين. بنتي كانت تلعب في الطابليت، ما بيها ما عليها، ما عرفت كيفاش وقع شي تناقش ليا امها على الطابليت. جا شي ميساج ولا ما عرفت شنو كاين، انا كنت نصلي ملي ساليت لقيت امها جات تصلي الدريه مشات للدوش. يعني كتخاصم؟ تخاصم معاها، مشات للدوش الدريه بركات في الدوش واحد شويه واحد شويه، وهي خرجت قدام الدروج وقالت لامها، قالت لها اش بغيتي نمشي ولا نبقى؟ قلت لها بنتي اللي بغيتي ديريها ديريها. الدريه هبطت تجري مع الدروج، جينا نطلعوا عليها لقيناها مشات، لحد الان ما لقينا لا الاثر ديالها، هي القلب والليل والنهار والو. خرجت غضبانه؟ خرجت غضبانه. يعني كامل هادشي على حساب الطابليت؟ على حساب الطابليت، هادشي كله على حساب الطابليت. هو هادشي ديال الطابليت. معاش خرجت الطابليت وشنو كانت لابسه؟ خرجت مع العشرة، العشرة ديال الليل. العشرة ديال الليل خرجت، صلينا العشاء، السيدة خرجت لنا مع الباب. يعني ما ما ضربها حتى شي واحد، ما خاصم على حتى شي واحد، ولا كانت بنتي تسمعني على الا كانت تسمعني ولا كانت تشوفني تجي لعندي، راني صافي راه انا امها راسها. الو بارا وتلات ولا لينا نهار الماكله ما دخلت الكرش، لا ما عرفنا ما عرفنا ما عرفنا كان بنتي واش عايشه واش واكله واش شاربه واش لاعزه واش مغطيه، ما عرفنا كي دايره. جاوبي جيبه بنتي طلع لينا، بنتي راه ما يخصك حتى حاجه، وتقول شي واحد واش يهضر معاك؟ اللي يهضر معاك انا غنتحداه، انا غادي نوقف في طريقه اللي يهضر معاك. ما عندك يعني عمرها ما خرجت اسيدي، عمرها ما خرجت، اول مره غتخرج من الدار اول مره. هادشي وقع لينا ملي جينا لهنا للايتم الاول، الايتم الاول جينا ليه هذه شهرين باش جينا ليه سيدي هنا. كتعرف شي صاحبه؟ ما عندها حتى شي صاحبه هنايا، تتمشي هي وامها للجرده تيلعبوا في الجرده واحد شويه تيجيو. يعني باقي كتقرا؟ باقي تقرا، ما تلعب ان شاء الله تطلع للثامنه. ولا كانت بنتي تسمعني انا راضي عليك الدنيا والاخره، رجعي لي للدار. الا كنتي تسمعني رجعي للدار، الله راضي عليك الدنيا والاخره. وما كاين اللي يهضر معك يا بنتي، والله ما يهضر معك شي واحد، واللي طلبتيها ولا خصتك يا بنتي انا نوفرها لك كيما وفرت لك كل شيء، داك الشيء اللي بغيتي انا نزيد لك، داك الشيء اللي بغيتي يا بنتي. العار من جاي خوتنا خوتنا اللي سمع شاف الدريه ولا سمع في صوتها ولا شاف على شي حاجه يعلم له، ولا يعلم هذه الاذاعه ولا يعلم الشرطه، الله يرحم لكم الوالدين. قول الناس الرقم ديالك. يعني الرقم ديالك 06 67 97 82 دابا زيرو. 06 67 97 82 دابا زيرو. الرقم ديال امك 06 55 03 31 76. الرقم ديال امك الا كنتي تسمعينا ولا كنتي تشوفينا اتصلي بينا بنتي، الله يرضي عليك نسمعوها صوتك، نعرفوا كاع واش حيه ولا ميته، نسمع الصوت ديالك ارتاحوا بعدها شويه. ربما يعني ملي مشات البارح ما نعستوش، يعني ملي مشات ملي خرجت بنتي مع العشرة ديال الليل باقيين فايقين لحد الان دابا، لا ماكله لا والو. درنا شكاية عند البوليس، مشينا شكاية مشينا درنا شكاية عند السلطات، قالت لنا الامور ديالنا مزيان، ومتى ما خرجت يقلبوا انت هو مسكن راه الله يحسن العوالي تيقلبوا معنا الليل والنهار تما. حنا الله يجازيه بخير، ومشينا للمحطة اللي تزكى، سولنا الشوافر ديال الكيران، سولنا شحال بلا جوزات، ما كاين اللي عطانا رسخين، سولنا الناس بزاف، مشينا لسيدي بيبي، مشينا للعين وخلينا تقعد. حنا بنتي الله يرضي عليك بنتي، راه تكرفصت انا امك مزيان، الله يرضي عليك بنتي، لو كنت تشوفيني ولا كنت تسمعيني، الله يرضي عليك بنتي، انا راضي عليك في الدنيا وفي الاخرة، لما رجعي لداركم، راه امك وباك وخوك راه صافي راه. خوتي المسلمين الله يرحم لكم الوالدين ولا فيكم الرحمة، طلقوا لي يا بنتي اللي كاين عندك كما بغا تكون، إلا كان في قلبكم الرحمة
خليوها تجي، وهي كوطر شوفها كوطر بنتي الا كنتي كتشوفي فيا، اقسم لك يمينا عمر اليد اللي غادي تقيسك راه ما كايناش. صافي اللي بغيتيها اللي حليت عليها فمك غادي ندوبلها لك اكثر من داكشي اللي كنتي كتعرفي يا كوطر. ما نعزش بنتي، انا قلت لك ديك الهضره ديال ملي قلت لي يا ماما واش ما تليتي بغيتيني، قلت لك انا ولا قلتي لي غادي نخرج واش ما تليتي بغيتي واش بغيتيني نخرج، قلت لك ديك الكلمه ديال انا ديما ديك اتي نقولها لك. عمرك كوطر بنتي ما درتي لي بحال هاد الخدمه بنتي كوطر، عندك القرايه ديالك كوطر، ما تضيعيش راسك وتضيعيني وتضيعي باك وتضيع اخوتك وجدك كوطر وخالتك. كدر دابا عندي عامره بخوالاتك، رحموني الله يرحم ليكم الوالدين. لقيتها كتشاطي مع شي بنات وانا نقول لها بارك عليك من الطابليط كوطر، بارك عليك من الطابليط. صافي حطاتو بالنفخه مشات للطواليط حاشا اللي تيسمع، وجلسات فيها يعني حتى خططات مزيان. ملي خططات جات لوقفات ليا تما عند الباب تاع هنا تاع الكونوار، وهي تقول لي واش بغيتيني نمشي ديك النقطه نتقى انا نتقت بها. فعلا انا غلطت كوطار، قلت لك اه بنتي، قلت لك اه، انا قلت لك اه. ديك الخرجه اللي خرجتي تبعتك كوطار ما عرفتش واش هزك شي حد من فم الباب، ما عرفتش ما فين، ما عرفتش انا كنت كتهضر مع البنات ولا مع شي حد؟ كنت كتهضر غير مع البنات، حتى الطابليط ديالها ملي دينا البوليس هنايا كلشي غير البنات، كل شيء هذاك ما كنعرفهمش، ما كنعرفهمش يعني كتهضر ما عرفتهمش كاع فين ولا الله اعلم، العلم لله. ما عرفتش، ما عرفتش فين البنات ديال فين الله اعلم، انا تما ما عرفتش. عرفتي الطابليط الفيس راه متلوق يعني غير الفيس. لا 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 هنا ما لا والو هنا. المهم المهم شتي كنضر بنتي حداها ايتملول، ايتملول ما خرجتش منه، اللي دخلها دخلاني فايتملو الله يرحم ليكم الوالدين. راه انا ما خفتو مني والو، ولو تجيبوها ليا برجليكم ولو تطلبوا ليا الفلوس اللي قدرت عليها نعطيها ليكم، سواء دراري سواء اللي كان شي واحد كيسمع من الجيران ولا الدراري اللي كنعرف انايا في الحرش اولاد الحرش الله يرحم ليكم الوالدين. جيبوا ليا كوطر منصور. من البارح ما نعسناش، ما خلينا الربعه ديال الصباح باقيين حنا فين زكان، قلبنا الكيران، خلينا كوميساريات، قلبنا الطاكسيات، الناس قالوا لي ما كايناش هنايا. يعني كوطر اللي دخلها عنده دخلها في اي تملل، كيما بغات تكون في اي تملل الله يرحم ليكم الوالدين، سواء ولد سواء بنت الله يرحم ليك الوالدين. راه ما خفتو منيش حتى شي حاجه، يعني انا ما طلقتش شكايه بان بنتي راه مشات عند شي واحد، انا قلت لهم غير خرجات. اللي داها ليا الله يرحم لكم الوالدين الا كنتو سادين عليه، هتلقوا سراحي انا، طلقوا سراحي انا، انا شوفوا فيا انا وطلقوا سراحي الله يرحم لكم الوالدين. عمرك كوطر كلشي الناس قلتي لي ربما قلتي لها بالضحك، انا قلت لها مع كوطر، انا كوطر كلشي كيعرفني، انا 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 معروفه في اي تملون، معروفه في سيدي بيبي، ومعروفه في ان زكان، معروفه فين ما مشيت كيقولوا لي كوطر ما خفيفاش. ملي جيت لهنا لأيت ملول ما عرفتش شكون اللي تسلط عليا، ولكن هذا اللي تسلط عليا صيفطوا ليا سيدي ربي، كنتمنى منه ومن سيدي ربي يطلق ليا ليها السراحه ويطلق سراحي حتى انايا، ويشوف من حال الوالدين ديالهم حال الفاميلا ديالي. يا ربي يا ربي يا ربي، اللي شد عنده وسد عليها ولا ما سدش عليها يطلق لها ليا في هذه العشيه هذه. كوطره بنتي الا كتسمعيني، ولا هذيك السيده اللي جالسه عندها، ولا هذاك السيد كيما بغا تكون، الله يرحم لك الوالدين، شوف من حالي وحسبني انا امك اختك جارتك، حسبني كيما بغيتي تحسبني، الله يرحم لك الوالدين. طلق ليا بنتي بعد غدا المدرسه كوطره، غنجيب لك غدا الانتقال كوطر، شكون اللي غيقرا مشي نقرا بلاصتك كوطر، يلاه اهضر كوطر والسلام عليكم.